السلام عليكم، أهلا بكم مرة تانية من أمام قصر قارون. يقع القصر بجوار بحيرة قارون في محافظة الفيوم، ويقال ان ده قصر قارون المذكور في القرآن وخسف به الارض، ويقال ايضا انه معبد من العصر اليوناني وملوش علاقة ابدا بقارون المذكور في القرآن، واطلقوا عليه المصريين القدماء الاسم ده عشان قريب من البحيرة، والبحيرة اتسمت بالاسم ده لكثرة القرون فيها فاطلق عليها بحيرة قارون، واتحرفت بعد كده لبحيرة قارون، واستخدم القصر ده في العصر الروماني في أيام اضطهاد الرومان للمسيحيين، وخص معبد قارون لعبادة إله الحب عند الرومان.